تحية نضالية عالية لجميع الإخوان اللي شاركوا في الوقفة اليوم اللي غتستمر باعتصام لمدة ديال 24 ساعة احتجاجا على مجموعة من الأشياء التي طلبت بها الشغيلة منذ وقت طويل حوالي 3 سنوات الآن، والأوضاع لا زالت متردية. معنا السي أمين اليوم غادي يحدثنا على أسباب هذه الوقفة ويحدثنا على الأوضاع المزرية المتردية التي تعيشها الشغيلة من داخل المستشفى الصحة النفسية. سامي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة غنبداو كانفيرمي وسيكاتري، نبداو بالقطع المزرية اللي هات ليها لأهلها المستشفى. غادي نبداو بالريحة ديال لي زيكو اللي هي ريحة قاهرة اللي ممكن حتى واحد يخدم فيها، لا بالنسبة لا لي بيرسوني لا بالنسبة للمرضى. وحنا 2016 دخلنا 2017 كنقولو على كرم الإنسان الحنوي، وكنبداو عاوتاني بطاقة الاستيعاب اللي ناتجة عن تراكم داخل المسؤولين غير موجودين في التلبية. وغادي نبداو عاوتاني وغادي ندويو على الأدوات الضبط الجسدية والموت ديال التريتمون إلخ لا ينشأ إذا جينا وقاموا بهذه المشاكل، والإدارة كتوبات عامر إلى أين غادي تمشي. هاد الصحة النفسية راه غدا إلى الهاوية مناشدة للناس المسؤولين كنقولو يجيو يشوفو الأوضاع المزرية في الجسد والمحافظين وكتبات عليهم. وكنحييو كاع الممرضين والشرفاء والمناضلين الإداريين وواحد الدورة على ميدان التمريض من قريب ومن بعيد. أما بالنسبة للوقفة اليوم فهو ليس وقفة بل هو اعتصام الكرامة. حنا كديزانفيرميون سيكياتري كنعلمو تضامنا لا مشروع أو مع أخ ديالنا مصطفى اللي تعرض للدار والسب والشتم من طرف ساد كي يحسب عن طرف ساد. ننسى كاع الأيام اللي داز منها أنا، وهي أول حاجة السلفون كيشوف فرق على الشروط اللازمة باش يكون كنخدمو في كيف وحدة ويكون عندنا مكنكونوش ترافاي، تكون عندنا بزاف ديال الحوايج اللي يمكن له تنشع منه واحد الصيرورة والمريض يخرج بحسن الحالة ديالو. إذا كان هذا الأستاذ يقول أنا أستاذ دار هادشي مع مريض، كيف بغيتي يديرو مع مريض؟ كيف بغيتي يديرو مع طبيب اللي زيدو؟ كيف بغيتي يديرو مع طبيب؟ ألا بالأحرى يكون مع مريض؟ صحيح. كنوجهو جمع التحية ديالنا كاع السادة الغيورين على المعنى، راه كاين وكاين فيهم حنا مكنجمعوش، وكنقول لهم تحية نضالية كاع الشرفاء، وإن شاء الله الحل عما قريب. صلاة تصير.